برضو اجيلك يعني يا عمر. انت شاركت في مع كابتن مجدي ابو المجد بس وكانت بطوله غاليه بالنسبه لك، بطوله عالم يعني. كلمنا عن البطوله دي، لان الحقيقه ده بيبقى شرف كبير جدا تاخد ميداليه عالميه مع منتخب مصر. كانت بطوله يعني ضحينا كتير عشانها فعلا من بدايه بطوله افريقيا، احنا كنا بنتصور بالكاس بعد البطوله وكده، فكابتن مجدي قال لنا كلمه، راح قال لنا يعني ما تفرحوش قوي، انتوا خدتوش كاس عالم، افرحوا لما تاخدوا كاس عالم. فانا خدناه بهزار وبتاع في الاول، فبعد كده الشغل قبل كاس عالم اشتغلنا شهرين او ثلاثه، فتره كبيره جدا. وكان التارجت بالنسبه لنا ان احنا رايحين، هو قال لنا العبوا ان انتوا تاخدوا بطوله العالم فعلا، وفضلنا خدناها ستيب باي ستيب لحد ما فعلا حققنا الكلام ده، وكنا واثقين في نفسنا. عايز اقول لك ان هي يعني حاجه جميله جدا، انت بتكلمني يعني انت تبقى واخد يعني بطوله عالم وانت في السن الصغير ده، بتبقى حاجه جميله جدا. اكيد. واكيد هنتكلم يعني بعد 10 سنين هتقول البطوله دي كان خرجت نجوم كبير، فاكر كان معانا فلان وفلان وفلان، لما تبقوا انتوا بتمثلوا منتخب مصر، وبرده ان شاء الله تاخدوا بطوله عالم على ايديكم باذن الله المنتخب الكبير. طب خلينا نروح ل يعني السنه دي مع النادي الاهلي، كان عندكم ماتشات مهمه ماتشات صعبه، بس عايز اقول انه كان كابتن طارق محروس بيستعين بيكم مع الفريق الاول، حصل السنه دي مش كده؟ حصل كابتن طارق كان يعني بيستعين بينا في فترات كبيره جدا، او مش اغلب السيزون، حتى في التمارين معاه ان احنا الاحتكاك مع اللعيبه الكبيره اللي فوق، وان احنا يستفاد مننا باكتر يعني باكبر نسبه، عشان كمان كان لو في موضوع الدوري القديم بالقائمه القديمه فكان هيبقى لنا مشاركه. غير كده ان احنا برضو شاركنا في الماتشات بتاعت الدوري السنه دي، كان لينا ادوار فيها، فدي يعني حاجه خبره كبيره لينا كمان عشان السنين اللي جايه والسنه اللي جايه، ان احنا خلاص. خلي بالك كابتن طارق محروس الاستراتيجيه بتاعته اللي هو جاي بيها انه يستعين باللاعبين الشباب. انتوا حاسين بده؟ يعني هو دايما هو بيحب يصنع لعيبه، انت حاسين بده؟ طبعا يعني هو كابتن طارق بيحب ان هو يشتغل مع الشباب، عشان احنا بنطلع اللي عندنا يعني. صحيح. فلما بيلاقي حد كمان الناس شغاله كويسه الشباب وعندها، فهو بيشتغل معاهم وبيركز، فاحنا كمان الموضوع دفع علينا ان احنا خلاص سنه فيرست تيم، فكان كمان بالنسبه لنا سنه تركيز جدا. أكيد. في كل حاجه. اكيد. طب قول لي انت في مين مركزك في الفريق الاول فوق؟ هو انا بلعب هاف باك، ففي كابتن اسلام حسن طبعا ونعمان واحمد. انت شكل حتى اسلام حسن شويه شكل. والله يعني الدقن والشكل يعني الملامح كده، لو انت ما قلتليش ممكن اقول انت ممكن تبقى اخوه، صح ولا لا؟ تضحك مظبوط صح؟ وان شاء الله تبقى زيه اكيد في اللعبه. اكيد. مين تاني؟ اسلام ومين؟ ونعمان واحمد راضي، وفي الباك ليفت عبد الرحمن فيصل. يعني انت خط خلفي وهاف كمان بتلعب؟ انا بلعب باك ليفت وهاف. انا بلعب. انت طالع للمعمعه يا باشا. انت طالع للمعمعه يا باشا، بس انت قدها ان شاء الله. طب انت حاسس ان شاء الله يعني السنه دي هتبقى في القايمه وتخش مع الفريق ولا؟ يعني بنتمنى ان شاء الله. ان شاء الله احساس قريب ان شاء الله. طب قول